اخرا كاين واحد الاشكال اللي هو كبير اللي هو اللي 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 عنده علاقه بالمؤسسه مع المعلمين والاساتذه اللي كاينه اللي تيعانيوا من الاشكال ديال ديال الواجب الشهري ديالهم يعني كاين واحد التضارب في الاراء المؤسسه تتقول بان خص يتسناو الدوله تخلص هاد الاساتذه الاساتذه هادو تيقولوا بانهم ما ما استفدوش من هاد الدعم ديال 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 ديال, ديال, الكوفيد سكيفي ولاو لي بارون هما اللي تيتحملوا الاشكاليه وكذلك الابناء ديالهم اللي ما تيتوصلوش بالدروس ديالهم دونك بالنسبه لينا حنا دابا حاليا جينا باش نشوفوا المدير ديال المؤسسه باش يعطينا واحد الاجابه تكون واضحه وتكون زعما كاينه كايجابيه لا الفائده ديال الاساتذه لا بالنسبه للاولياء للا والاباء والتلاميذ حاليا ما كاينش واحد الاستجابه وهذا الاشكال هذاك نطرحنا واحد المده هذه يعني أه... بغض النظر على على لا كاليتي دو فورماسيون بغض النظر على لي زوتي دو ترافاي اللي خدامين بهم الوليدات يعني تنحس بان كاين واحد التراجع كبير في المستوى وهذا بطبيعه الحال السبب ديالو هو عدم يعني الاستجابه ديال المؤسسه وكذلك ما حطوش واحد ان بروغرام اللي هو يكون مثلا بيان فيسلي اللي غيعاون الاساتذه وكذلك غيعاون حتى الوليدات يعني الطريقه ديال الواتساب ماشي هي الطريقه اللي هي تعاون الوليدات ماشي ناجحه وتبتات بان الاباء ما قادرش يتبعوا هاد الدراسه عن بعد عن طريق الواتساب ما بالك الوليدات الصغار اللي هما بطبيعه الحال اللي عندهم واحد سبع سنين ولا ثمان سنين ولا تسع سنين كيفاش غيتبعوا الطريقه ديال الدراسه عن بعد عن طريق الواتساب دونك هنايا uh, علامه استفهام تطاح حاليا كاين مجموعه من المشاكل من غير المستوى كذلك الاساتذه ما تيتخلصوش وقفوا الدراسه ديالهم حاليا دابا تقريبا دو دابا ما كاينش سميتو حتى الطريقه صراحه الا جينا نشوفوا نهضروا على لو فون ديال ديال لا فورماسيون حتى ديك الرساله البيداغوجيه اللي غيوصل الاستاذ المؤسسه ما عاوناتوش انه يخدم عليها يعني ما يمكنش الاستاذ انه مثلا يبقى يستعمل غير التليفون ديالو ولا ديالو اللي هي محدوده ويبقى يخدم في لي كور ديالو من من الدار وبطبيعه الحال ما تعطي نتيجه تنظن ربما ما عرفتش شنو العلاقه اللي ما بين الاساتذه مع 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 المؤسسه ولكن غالبا احنا سي لي زوتي دو ترافاي ديال 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 الاساتذه يعني اجتهاد خاص ديالهم مع غياب تام للمؤسسه يعني او الاجتهاد اللي 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 غتعطي المؤسسه لهاد الاساتذه اللي غتسهل عليهم العمليه ديال ديال الدراسه عن بعد ثاني حاجه بالنسبه للمؤسسات اللي تتحسن المراسه انا قبل ما يبدا كاع الكونفينمون تلاقيت بناس اللي تخدموا في مؤسسات تعليميه وداروا ان بروغرام بيان فيس لي اللي غيعاونوا عليه الاساتذه باش انهم يبريباريو لي كور ديالهم على على عن بعد يعني وجدوا راسهم قبل ب 15 يوم هذه المؤسسه هذه بقات وقت تقريبا واحد المؤسسه ديال 15 يوم من بعد كونفينمون عاد شبداو لي كور باجتهاد خاص خاص من الاساتذه بوحدهم يعني ما كاينش واحد الاجتهاد ديال 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 ديال, ديال, ديال 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 المؤسسه دونك تنظن تنظن بان مجموعه المؤسسات اللي ربما ولفوا انهم يدخلوا وما يخرجوش دونك جا الوقت باش ان نتعاونوا ولكن بينوا على اساس أنهم ما كاينش واحد التعاون ما كاينش واحد التعاون وكل واحد تيضرب على المصلحه ديالو الاسم ديال المؤسسه راه كبير على الناس اللي تيسيروا اما الاشكاليه باش ان الاباء والاولياء التلاميذ يتحملوهم والوليدات يتحملوا هذا الاشكال هذا راه مشكل كبير باقي ثلاث شهور دابا ولا اربع شهور الاخر الوليدات خصهم يبريباريو راسهم لاني بروشان يعني 60 بيريود اللي هي كروسيال اللي يخص الواحد انه يوجد راسه للعام الجاي الوليدات ما خداوش واحد التعليم اللي هو في المستوى يعني اربع شهور يعني تقريبا اكثر من تقريبا نص ديال ديال السنه نص ديال السنه الوليدات ما استافدوش مزيان دونك هذا هو يعني تنحسوا بان الوليدات راه بطبيعه الحال راه كاينين الولي اباء ديالهم معاهم ولكن تتحس بان الا حطيتيهم في ديزيكزام دابا غيال راه واحد النسبه قليله ديال واحد 20% ديال ديال التلاميذ اللي غيقدروا انهم يستجيبوا لهذيك هذيك الامتحانات ولا هذيك لي تيست اللي غيعطيهم لي بروف كيف قلنا بان كاينه واحد النسبه على حساب لي زوديو اللي تبارطاجيو البارح لقينا واحد النسبه قليله اللي باغا تخلص ولكن حاليا ما قدرش تخلص والاغلبيه اللي حاضره هنا اللي واصلين هنايا مخلصين الواجب ديالهم ومخلصين حتى شهر 6 يعني هذه المؤسسه دي ما يمكنش انها ثلاث شهور ديال لاكريز توقف وتسد البيبان ديالها على, على الدراسه راه كاين اشكال الباحث تنسمعوا الاوديو ديال الاستاذ تيقول لك بان حكا كاين اكثر من واحد 70% ديال الاباء اللي مازال ما مخلصينش والعكس هو اللي تاكد بلي زوديو اللي كانوا بارطاجيو لي بارون هو ان الاغلبيه ديال الاباء مخلصين وعندهم دي بروف اللي كاشتي زعما كاين الشهور كاشتين وكل الاشكال اللي كاين هو ربما ما عرفناش حنا بالنسبه ليزوت كلاس واش كلشي مخلص ولا لا ولكن خص المؤسسه تخرج وتقول لنا بان هذه الطريقه اللي غنخدموا بها ها الحلول اللي غنعطيو للاساتذه ديالنا دي دي راهم مسؤولين عليهم قبل ما يكون هذه الازمه هذه خصهم يقدموا لهم الواجب كيف ما كان الحال خاص المؤسسه تخرج الفلوس من عندها اللي هي حاطه باش تخلص هذه الاساتذه والحساب بيكون من بعد راه كاع الشركات تيدوزو في واحد لاكريز حاليا وكاين بزاف الناس اللي تيحترموا راسهم راه خلصوا الناس اللي معهم اللي خدامين معاهم تقديرا لهم لذاك العمل اللي تيديروه لحقاش ما يمكنش واحد مثلا خدام معاك واحد المده طويله النهار اللي طيح فلاكريز تهز يديك عليه يعني يهزوا يديهم بطريقه اللي هي زعما كاينه اللي فيها بزاف ديال الموبالات وبزاف ديال المسؤوليه لي باغو يقراو الوليدات يقراو ولا ما يقراوش الاساتذه يتخلصوا ولا ما يتخلصوش شنو هاد المؤسسه شنو غتضمن لي شنو تضمن لي زعما كاين الاستمراريه ديال الدراسه على ديال ديال هاد ديال هاد الوليدات هادو هنا قدام هادي بالعكس عندهم واحد الرساله هي كبيره هي رساله تعليميه خصو يوصلوها يعني خص يكون واحد التعاون واحد التكافل ما بين ما بين مجموعه ديال ديال الفئات لا هما اساتذه لا هما معلمين دابا اساتذه تقريبا 3 شهور دابا كل شهرين ما مخلصش ومع ذلك اخر اسبوع اللي فات كان تعطي تعطي لي كور ديالو ولكن كما تيقولوا بان الله يحسن العوان كل واحد من الواحد يحسب ان الحق ديالو راه تيتقاس وحق وليداتو تيتقاس راه بطبيعه الحال راه مايمكنش راه مايمكنش حتى المستوى راه هو حتى المستوى التعليم انا انسيست عليها بالنسبه للناس اللي تيخدموا غير بالواتساب راه ماشي مستوى راه صعيب ان الطفل انه يتبع واحد 1000 ولا 1500 ميساج اوديو ما بين لي ميساج الاساسي لا ما بين لي ميساج الوليدات وديال الاباء اللي تيجاوبوا راه صعيب الحال راه صعيب الحال راه مع واحد الفئه من الاباء اللي كيمثلونا وكيمثلوا الاباء على العموم ما توصلوا معاهم حتى شي قرار نهائي قال لهم المدير التربوي على ضمانتي من هنا نهار الخميس غادي نهضر لكم مع المؤسس يلقى لكم حل يعني باقي ما كاينش الحل باقي ما كاينش جواب نهائي قال لهم انا على ضمانتي آه غادي نلقاو حل وغادي نهضر لكم مع المؤسس يعني باقي حنا ما توصلنا والو فئه من الاستاذات يلاه توصلت بلا, بلا مواتي ديال مارس فعلا واكثر وكنطبقو كنعطيو الاولويه للكونيكسيون باش نبقاو مع على تواصل مع التلاميذ ومفرطين في واحد النواحي اسريه كثيره علاش لان كنقولوا هذا الشيء فايت ازمه غادي تفوت ما من نفرطش ما نضيعش الوليدات في شي حق من حقوقهم مع ان يومين هذه يومين هذه ما خدمناش معاهم البارح واليوم حنا كتشوفوا فين وتزيرنا ماديا وتضغطنا معنويا حتى معنويا راه ما بقاش عندنا قيمه ديالنا كنحسوا بها كاساتذه المشكل دابا ما توصل معنا لتا شي قرار ما بانش هو ما هضرش معنا دفع لنا المدير التربوي والمدير التربوي ما تيعطيناش راس الخيط ما تيعطيناش الجواب شافي آه كما اتفقوا الاباء البارح ولا عينين المسير آه وسمعهم كيتفقوا على اساس غادي نجيو اليوم على 11 جينا كاملين كاطر وكاباء تلاقينا هنا وقف لنا المدير التربوي اللي ما خرجش قال لنا ما تدخلوش راه ممنوع تجمعات قال لك قال لهم هنا الخميس نقول لكم اش يقول لي المسير تعاملنا معامله سيئه تخبط علينا الباب من, طرف السائق سد الباب وخبطوا برجلو راه الناس كلها شاهده المدير قال لك واش برتو زعما راه داك الشيء اللي كديروا فيه راه ما تصوروا منه والو ما عرفتش انا انا بغيت شي جهه معينه تدخل كطرف محايد تعطينا حقنا وتضمن حتى المؤسس حقه الا كنا كنتعداو عليه ولا كنا يعني هادشي اللي كديروه ماشي حق وتا الاباء تا هما خصهم يتضمن حقهم وتا التلميذ كطرف اول اللي خصو يتضمن لي حقه في هادشي كامل لان حاليا كيضيعوا التلاميذ في دروسهم احنا دابا انا كيفاش غادي نمشي نصور درس غنمشي للدار وغنشد تليفوني وغنصور درس وغنلوحوا للدراري وغنتواصل معاهم وغادي ما يمكنش نفسيتي كاستاذه هي اللي كتخدمني ملي كنكون مرتاحه وسعيده راه كنخدم مع الوليدات انتما كتشوفوا جي جينا اليوم كان بالاباء موجودين مشكورين الله يجازيهم بخير جاو تاهما بني عرفوا راه كاين عندنا المشكل كيف ما قلت لكم رفض يستقبلهم دابا دخلوا عنده ثلاثه ولا اربعه ناس ممثلين على الاباء خرجوا بتحل والو قال لهم نهار الخميس يجوا عندي ونشوف شنو ندير معاهم آه على على شهر ابريل ولو ديال مارس باقي ما خديناش المسير المؤسسه قال المدير التربوي مع الصباح انا ما انا ماشي انا اللي بغيت نعقد هذا الاجتماع مع الاباء ما غاديش نقدر نجي ليهم واخا علموه البارح دابا ما خدينا حنا حتى حاجه وحق الله الا فيا السخفه ما قداش نهضر الان ما, ما كيقدروش حنا عندنا ظروفنا عندنا مراد عندنا الدواء عندنا انا فيا السكر تناخذ دواء السكر ولدي فيه الحساسيه فيه عندنا بزاف في المصايب ما يمكنش انا غنجي ونطيح الدل ونقول ليه ولا عطيني باش ناكل وصلناش لهذا الشيء انا ما كنسعاش انا خدامه كنادي الواجب ديالي عطيني الحق ديالي ما كنسعاش ما خصنيش نط... ما خصش راه قال لك صبر صبر لجهلك الا انت معلم فما يمكنش اننا كنجيو نوقفوا يوميا هنا قدام باب المؤسسه بلا تجاوب شافي عيب عيب وم... ومني دخل عند الاباء قال لهم راه حنا ما قلناش ليهم يجيو يخلصوا عندنا تسجيلات كيهدونا بهم الا بغيتي تخلص عندي تسجيلات ديال المدير التربوي ديال المؤسس وديال الكونطاب الا بغيتو تخلصوا سير قولوها لي بارون الا بغيتي تخلصوا حنا ما خصناش ندخلوا في الاحراج مع الاباء عيب حبس ال... الخلاص البيرسونيل ديالو على حسابنا حنايا اللي غادي نخلصوا حنا ما بغيناش نتهربوا من الخلاص ما بغيناش ديك اللعبه حنا راه ما غنخلصوش ناكرينو مي غيدير معنا مساعده كما داروا كاع المؤسسات يعني حشومه انه حنا دابا ولينا كنحسوا بالذنب بجهه المؤسسات ديال التلاميذ لانهم دايرين المجهود ديالهم مع ولادنا ما غاديش نكذبوا يعني حشومه حشومه وعيب في الجروب قلنا اش كاين واش كاين غادي نجي وغنتفاهموا غنلقاو واحد الحل وسط يرضيه هو ويرضينا حنا ويرضي حتى لي بيرسونيل عنده جا نشرنا هنا ما كاين حتى شي نتيجه آه انا بقاو في آه غيبقاو فيا بطبيعه الحال غيبقاو فيا بيان سي غادي يبقاو فيا حشومه لاسيرونس ديجا مخلصينا حنا تو لي مخلصينا هذيك لاسيرونس الحمد لله ولادنا التحد ما تعادفات ليكول هذيك هذيك لاسيرونس يخلص يأدي الواجبات ديال لي بيرسونيل ديالو حيدين المجهود ديالهم الله يكثر خيرهم واخا عن بعد المهم وليداتنا ما بقاوش انهم حارسين الدراسه ديالهم حتى داكشي اللي قراو في اليوم ما أنت ما غاديش ينساوهم غيبقاو الدراري مداير مي باش يتعامل هذه المعامله بحال هكا راه حشومه وعيب ايكول بهذا المستوى وبهذا النيفو ما خصش تتعامل مع الناس بحال هكا لا لي بيرسونيل لا اولياء الاباء يقدر راه حنا في ظروف حنا في ازمه على العالم كامل اون جينيرال ماشي غير عليه هو حنا ما بغيناش نتهربوا قلنا لي خاصو لك النص وكون في قلبه الرحمه اللي ما عندوش وعارفوا انه ما عندوش ما غاديش يزيرو دابا تيفرجها عليا الله ولدو راه باقي عنده هنايا مادام كنشوفوا هاد المعامله بحال هكا وكل وحده مخليه ولادها وجايه فهاد الشموشات وفهاد وفي هاد الحراره وصايمين وما مقدرناش مخلينا منشورين هنايا راه حشومه وديجا حنا هضرنا البارح يعني راه علموه باننا حنا راه غادي نكونوا هنا انا خوتي قال ولادو في بريفي ما وقعوش فهادشي اللي وقعت فيه انا ويعني وليت كندم راسي انني كنت دخلت ولدي مع ولاد خوتي ودابا اصلا يومين باش واقفين يعني الاستاذه ترى العشرة الصباح كيبدا كي الدرس ما كيسالو معهم حتى الخمسة العشيه سته المجهود ديالهم دايرهم وهكا من جيوتهم علاش ماشي عيب ماشي حرام خاص ما هاد القضيه حنا راه ناس مسلمين ربي راه منزل الرحمه في قلبنا الا ما بقاش فيه خوه المسلم خدام معاه وهاز لي المؤسسه رحنا ما غاديش نترجو فيه الخير في وليداتنا آه كل ما في الامر اننا كنستنكروا استنكار على عدم تلبية المستحقات ديال الأطر التربوية ديال التلاميذ ديال المؤسسة كاملة مخلصين واحد لاسيرونس لما هو التأمين في الأول ديال الشهر ما يعادل دي مليون دي مليون يعني اليوم كنتفاجئوا كيقول لك الناس أنه راه ما تخلصوش وغالب الأمر أنه مجموعة تقول مجموعة ديال الآباء اللي لبوا تقريبا إلى حد دي الآن جميع المستحقات ديالهم ديال العام كامل يعني حتى يونيو خالص اليوم كنت كيقول لك السيد راه الاباء ما مخلصينش كاينين بعض الاباء اللي فعلا مضرورين احنا منهم اننا بغينا حوار هاد السيد يفتح معنا واحد طاوله الحوار باش نحاولوا نوصلوا الطلب ديالنا حنايا والطلب ديالهم هما باش ما يتضروش هاد الاطر التربويه وما يتضروش توليداتنا لانه كتعرفي هاد الاونه اللي حنا كنعيشوا واحد الازمه يعني هذه ازمه عالميه واليوم راه مجموعه ديال ديال الاباء اللي افتقدوا الشغل ديالهم وسيرتو الناس اللي عندهم الشغل حر يعني ما كيتفرجوا ما كيتوفروا على لا, لا سي اس اس لا حتى شي حاجه يعني الناس كاين الناس ديال لافيراي كاين الناس ديال ديال التجاره ديال المواد الغذائيه كاين بزاف الحوايج اللي ما عندهم حتى شي استفاده فاليوم بغينا هذه المؤسسه طونكو هي ما مضروراش المؤسسه مغلوقه ونزيدك حاجه اخرى ما كيناش حتى مبادرة اللي من المطرف المؤسسة يعني من أجل الدعم ديال الوداد ديالنا ولا الدراسة ديالهم عن بعد إلا المجهودات اللي قاموا بها الأطر التربية التربوية وكذلك الآباء الأطر التربوية الخاصة مجهودات خاصة ديالهم واللي قمنا بها حنا آباء وأمهات فلهذا أنا أن كنستنكر والآباء كلهم كيستنكروا لأن الأطر التربوية لا يعقل أن واحد مجموعة ركاد المعلم ان يكون رسولا، اليوم كنلقاو المعلم متشرد ولا غيمشي يدير فراشه في, في الزنقه ويبدا يطلب. هذا ماشي مشكل ديال الاباء مع المؤسسه ماشي مشكل الاطر التربويه. الاطر التربويه من باب استمرارية المرفق ان الدوله من اجل استمرار هذا الحق الدستوري ديال التعلم التعليم عن بعد اعطت المؤسسه الخصوصيه كل الضمانات ابتداء من ضمان الاكسجين اللي هو عباره عن قروض يعني بفائده تفضيليه ايضا مسألة ديال الدعم. ديال الضمان الاجتماعي بمجرد انه يشرح رب المؤسسه بالمستخدمين ولكن المشكله تنتوجو معاه في القطع القطع هذا القطاع هو هذا القطاع هو قطاع غير مهيكل يعني تتغافل التزبور ديال الباترونه عندهم ضمانات انهم الناس هاد الاساتذه تادوا الوظيفه ديالهم عن بعد عن التعليم ديالهم عن بعد يعني في مقابل ذلك خاصهم ياخذوا الاجره ديالهم وهذا حق هذا حق ومن هذا الجانب هذا تندعو القطاعات الوصيه الوصيه من الوزارة الشغل ولا الاكاديميات يعني على وزارة التربيه والتكوين على اساس هيكلة هذا القطاع باش ما تقولش ما تبقاش عندنا هذه السيبه راه مشكل راه ملينا تنتصادفوا مع ان استاذه بكل جهد ديالها مع الوليدات عن بعد وغير ذلك وتتقاضى 1200 درهم راه من العيب راه من العيب الاستاذه مربية الأزيال انها تاخذ 1200 درهم رأينا انا نحن لا نفرق بين القطاع العام والقطاع الخصوصي كنا نستغل في منظومه واحده كلنا نستغل في منظومه واحده الا هذا تنطالبوا الجهات المعنيه على هيكله هذا المجال ما نخليوش اي من كان يتطفل على هذا الدومين يتطفل عليه الناس اللي يقتحموا الناس اللي الاختصاص باش قيمه حق هذا الاستاذ أدم المربي الاجيال وحنا تنقولو القطاع الخصوصي تعطيو لا تنزيب انا ولدي انا للمدرسه خصوصيه على اساس انا نتقلب على واحد الجوده واش هاد الجوده اللي غادي نعطاه في مدرسه خصوصيه نكافئ بها استاذ ب 1200 درهم ولا ب 2000 درهم ومنين نجي نبغي نخلصها نبقى مخن... من ولا مقنهين فيها ولا لا دا داعي وعار وتنطالبوا من هذا المنبر هذا كهيئه حقوقيه هيئه الديمقراطيه المغربيه لحقوق الانسان تنطالبوا الجهات المعنيه وزاره الشغل تنطالبوا ايضا وزاره التربيه والتكوين المهني الدخول في الخط من اجل اعاده او من اجل هيكله هذا المجال يعني مازال القطاع الخصوصي حتى لا يعبث فيه من ليس من اهله احنا تنشوفوا المنظومه التربيه والتكوين اننا نلقاو مشكل حنا ما لقاو مشكل عن القرب عن التعليم الحضور التعليم سميت عليه الحضوري فكيف بالتعليم على البعد وهذا ابان الفشل ديالو وكان الوزير الوزير التربيه والتكوين كان صريحا كان صريحا في هذا الباب ولهذا لم يعتبر التعليم على البعد كان نوع من الاستئناس وليس ك يعني كتعلم يوجب الامتحان فيه وغير ذلك لهذا الامتحانات كانت في السق ما في السق الحضوري دون السق البعدي لعدم تكافؤ الفرص نقدروا نتكلموا على الدار البيضاء ونقدروا نتكلموا على الامكانيات وهذاك الشيء ولكن نتكلموا في العالم القراوي ونتكلموا حتى في الدار البيضاء يمكن الناس نتكلموا نقدروا نتكلموا في كاليفورنيا نتكلموا ولكن ما نقدرش نتكلموا هنا في الاحياء هذه خاص كل واحد له الهاتف ديالو خاص كل واحد له التعبئه ديالته خاصه خاص المسائل خاص الامور يعني كما تنقولوا حنا ايه ازمات الاسر الاسر المعوزه بزاف وحنا كإحنا حنا حتى معل... حنا كما تقولوا حنا آه، فئه فئة متوسطه راه ايضا تضررنا بهذا التعليم على البعد راه ممكن لي انا نقري و... نقري خمسه الدراري نتلقى عند الاستاذ الاوديوات وهاداك الشيء خاصني نقري هذا ونقري هذا ونقري هذا ونقري هذا, ونقري هذا. أنا ما يعني تعليم البعد عن بعد ابان الفشل ديالو <applause>